اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. قبل ما نبدا الفيديو احب اعرفكم ان في عندي قناه تانية للكوميديا والضحك اسمها قناه فدى عضلات، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن. اشتركوا وفعل زر الاشعارات عشان يجيلك اشعار بكل جديد، ويلا بينا نبدا الفيديو. طبعا احنا في بدايه الفيديو المفروض بنغير اللبس، فهغير اللبس بس في البدايه. Hi there. This is Bryony from Alan's Room Productions. I was told you might be interested in participating in our online TV streaming live entertainment experience Arena War at the Maze Bank Arena. We're looking for high net worth individuals to buy work. Prices are on the tags. ماشي، اهلا بيك اهلا بيك. هنخش بقى نشوف التيشيرت. انا عايز اغير البنطلون بس، حاجه كده تكون ايه، حاجه تكون اسطوريه. ايه ده؟ Old-fashioned, buying clothes in person rather than online. انا قلت هاخد اللون دوت. يلا انا هلبسه النهارده دوت. حلو اوي اللبس ده. يلا، اوه الدنيا بتشتي. انا هاخد العربيه الهامر لا اسمها ايه، مش هامر، جيب رانجلر البيضة ده حلوه. هروح بها الشركه. انا بحب الشتاء قوي في اللعبه يا جماعه. اوه الشتاء جامد قوي قوي، الشتاء اشتد. ايه ده؟ طب هو ازاي ماشي في الشتاء كده؟ ممكن ياخد برد. انا عايز اتصل بالميكانيكا اجيب الكروما. يعني نجيب الطياره احسن. Okay, in the great French tradition, I surrender. ايه ده ممكن ادوس ايه ينزل لي الطياره فوق المبنى بالظبط بدل ما انا اغلط وكده واقع بالطياره. حلو قوي الحكايه دي. اهلا اهلا بيك اهلا بيك. نشوف بقى نعمل مهمة البضاعة. طيب الفيكل هاوس حلو. انا ايه ده قيمته كويس. طب عايزين نجمع بقى. هعمل باي 18000. نجهز الصواريخ احتياط احسن، يقول له فجر المركب ده او حاجه. اهو هفجره. هفجر ده فعلا. ايه ده ايه ده؟ لا في ناس، في ناس بتضرب، في ناس بتضرب. ايوه كده ايوه، بس كده شكرا. انزل بقى هاتهم يا باي. دول تلاتة تلاتة، عايز اخدهم بالطيارة من غير ما اقع في المية. عايز احذر شوية ممكن على فكرة، بس عايز ايه حذر. لا 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 اطلع اطلع اطلع. لا 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 بوظتها للأسف، اصل المك كان عالي. طب ينفع كده؟ لو انا كنت شاري مركب كان زماني عرفت اتصرف. شوفوا الواقعية طالع من البحر مبلول ازاي، واقعية اوي اللعبة دي، عشان كده بحبها على فكرة.
هنا في الحتة دي عايز انزل بهدوء بهدوء خالص. ايوه بهدوء خالص. ايوه اسحب بقى بسرعة 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 بسرعة. شكرا. ندخلها بسرعة ونايه ونطلع تاني. تمام مدة البضاعة ماشي. حلو. لسه في 2 كمان على الله. الموج يكون خف عشان الطيارة ما تغرقش لما اجي انزل بيها على البحر. عايز حرص اوي الحتة دي. لا 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 ايوه كده هو ده. ايوه عايز حرص شديد. حاول انزل بسرعة بقى. ايوه مية مية يلا. ايوه كده حلو اوي. الله ينور. لسه كريت التالتة. اتنين بس كده اللي وصلوا للأسف. يلا مش مشكلة مش مشكلة نروح الشركة تاني. طب انزل بقى عشان هي العربية دي. هي دي هي دي. ايه ده ايه ده راحت فين؟ ايه ده ايه ده؟ لازم افتح التراكيفاي. وانا هدور على البضاعة كمان. هي دي هي دي. انزل بسرعة قدامها. اقفل عليها الطريق. هي دي هي دي هي دي هي دي هي دي هي دي. زنق زنق عليه زنق عليه زنق عليه زنق زنق عليه زنق عليه. ايوه ايوه كده بس. شكرا. بسرعة بقى هات الصندوق يا عم انت. بطل العربية دي بسرعة. بس خلاص المفروض اوصل. ايه ده بس كده تمام. حلو قوي. ده الحاجات دي بتزود الليفل جامد على فكرة. حلوة. ايه ده ايه ده في ناس نضربهم. حلو بسرعة. حلو. البضاعة فين بقى؟ ننزل. في ناس لسه نضربهم. العربية دي انفجرت ولا لا؟ اصلا مش دي البضاعة يعني. ايه يا جدعان انا هنزل بقى. هنزل 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 واطلع سلاح كويس بسرعة. ادفانسد رايفل ماشي. في واحد جاي عليا. في واحد جاي عليا. واحد جاي عليا. واحد جاي عليا. واحد جاي عليا. اهو اهو جاي من هنا جاي من هنا جاي من هنا جاي من هنا. هي العربية البضاعة اهي. البضاعة اهي. يلا يلا يلا. حلوة العربية دي. بحب شكلها قوي على فكرة. بحب اسوقها. شفتوا الدخلة دي؟ يلا حلو حلو حلو. يلا حلو قوي كده. يلا اجري هنا. الله ينور. يلا
حلو أوي الكريت دي، كانت سهلة. لا دي كانت سهلة أوي. حلو حلو جبتها. ايه ده، في حرامية المفروض اضربهم عشان ايوه. فين هم؟ يلا التاني بسرعة. في تلاتة كريت باين. طيب نجيب الكريتاية الأولى. هم في الشارع. كويس في الشارع، ممكن يجابوا بالطيارة على طول. فيه هجوم، فيه هجوم. حلو قوي. كده قيمته كام السبيشال كارجو؟ يا 713,000. حلو حلو جدا. في الطياره طاقه طاقه طاقه. انزل بسرعه انزل بسرعه انزل بسرعه. حلو حلو. هات السلاح بسرعة. فين دول؟ فين الناس؟ فين الناس دول؟ خلي بالك ده قوات جيش باين. يعني هنسرق دبابة ولا ايه؟ ده في بوليس ليه؟ ده في بوليس يا جدعان. لازم استخبى بسرعة. هي ايه الصبلية دبابة؟ طب ما انا ممكن اسرقها واطلع اجري، مش مستاهلة يعني. دبابة يعني، اسرقها واطلع اجري يا عم. دبابة يا عم، في ايه؟ مش مستاهلة يعني دبابة. والله دي دبابة، اوعى يضربوك. بس انا صحتي قليلة قوي. ايه ده، بيبقى في كارجو بوب. في كارجو بوب اهي. طب انا عايز اجيبها بالكارجو بوب بس بسرعه، اقدر ولا ممكن ولا؟ ده ممكن تملى لي السبلاي كله. بسرعه بسرعه. اجري اجري. حتى ممكن اضيع البوليس وبعدين ارجع. يلا هي صعبة شوية بس. شبكة، ايوه شبكة اهي. الله ينور على مهلك بقى. اعلى شوية اعلى شوية. عايز انزل بقى بالراحة. لا لا بالراحة بالراحة. خلاص انزل بقى. ايه اجيب الدبابة بسرعة. بس ادخلها البنكر بقى. شكرا. انا هركن الطيارة هنا. هي العربية دي على فكرة تقريبا، هي العربية اللي جاية دي. ايوه العربية اللي راحت تركن دي. هي راحة فين دي؟ راحة فين؟ هقتل السواق بسرعة يا عم.
حلو حلو. ايوه بسرعه بسرعه. لا 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 اجري 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 يا باي يا باي يا عم. بس اقف قدامه بسرعه. اقف قدامه اقف قدامه 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 كده بالعرض. ايوه كده طلع يجري اهو يا كلب. عشان اللي عملته ده انا ايه ده هموته، مش هسيبه عشان اللي عمله ده. تقريبا ضربته بس ايه ده يا باي. لا مش هسيبه. خلاص اركبها بقى وخلاص وراح اوديها. ايه ده الوقت خلص. لا لا من الوقت ما خلص. هسيب يا عم. تمام بس كده حلو قوي كده. هنا البضاعة المفروض تبقى هنا. انا خايف اضرب ده البضاعة تتدمر. لا 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 في لا البضاعة. انا بقول انزل من الطيارة احسن. ايه ده ايه الطيارة اللي في المية دي غرقت كده ازاي؟ ايه ده البضاعة اهي. الظاهر البضاعة كانت في الطيارة الغرقانة دي. ماشي تمام. واحدة بس اللي اتبعتت. يلا مش مشكلة دوس ايه. يلا ننزل على الشركة. ماشي هنشتري واحد صغير على الله ما يكونش غالي. ماشي بكام بقى السبيشال كارجو الصغير؟ على فكرة ممكن اشتري واحد ميديم تاني لو انا عايز، بس لا يعني ايه السمول. وهختاره ده يكون جنب الجنب التاني برضو، يعني يبقوا الاتنين وير هاوس جنب الشركة وفي نفس الوقت ايه الاتنين وير هاوس جنب الشركة وفي نفس الوقت جنب بعض. يبقى ده هنختار السمول ده 16 كريت. نشتري يلا. ماشي يلا. افيلبل وير هاوس Green icons represent owned warehouses. حلو قوي. You can buy more space by clicking on another red icon. ده اهو عندي كده بقى عندي اتنين. حلو قوي يا جدعان. حلو قوي كده. ايه ده اقدر املى في ده واقدر املى في ده. طيب نملى بقى الصغير. انا عايز املى الصغير وابيعه. وفي فترات انتظار في فترات الانتظار اروح املى الكبير. حلو قوي الحكايه ده. على فكره انا خسرت كام في الموضوع ده؟ دفعت كام؟ يا لهوي انا اتدمرت قوي في الفلوس. ماشي نروح نركب الطيارة. الدنيا بتشتي حلوة قوي. بحب قوي الشتاء صراحة. المنظر يا جدعان والدنيا بتشتي والطيارة واقفة كده منظر رهيب. يلا حتى السبلاي الصغير هيساعد مثلا في مصاريف السبلاي الكبير، يعني السبيشال كارجو الصغير يساعد في مصاريف السبيشال كارجو الكبير. لا مش هضرب عليهم بقى عشان ايه ممكن الكارجو تنفجر. انزل طبيعي. لا لا بس انزل بعيد شوية. ده انا نازل فين؟ اجري اجري. ماشي بص يعني ايه تعالى كده بالجنب.
بالجنب بالجنب، هما لسه مش شاكين فيا قبل ما يلحقوا يفوقوا. كويس ان بيديله فرصة الحق ايه انشن عليهم. اف اف هيطلعوا لي ولا ايه؟ ايه ده رايحين فين دول؟ هيطلعوا لي من هنا، هيقولي هيقولي هيطلع. في واحد هنا، في واحد هنا جوه هنا اهو، حلو جدا. في واحد اهو طالع طالع، حلو قوي. في واحد هنا اهو، شايفك يا ابني. في هنا هنا هنا، بس ما دمرش العربيه. بس اهم حاجه مش محتاج كفر لان الموضوع سهل يعني، ما هوش صعب قوي. ايه ده ايه ده؟ لا ريح شويه، راح شويه راح شويه عشان ايه الصحه تتملى وبعدين نخش لهم. الصحه تملى شويه ان انا ايه. ايه ده؟ عشان الصحه تبلى لازم اسيب السلاح، معرفش دي صدفه ولا ايه. المهم هات بقى. في واحد هنا جوه هنا، في واحد هنا، كان في واحد هنا، في اهو اهو هنا 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 ورا دي ورا دي. يهبل يهبل، يلا يا كلب. بس ايه ده؟ العربيه ده حلوه دي السبلاية. يلا الله ينور، نروح نوديها بقى. المشوار يعني مش بعيد قوي يعني. ده الكارجو الجديد. حلو، مكانه في حتة مفتوحة كده شوية عشان كويس، عشان الطيارات تعرف تنزل وكده. حلو حلو قوي. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير عشان تساعدني اني اطور المحتوى بتاعه، عشان القناة بتاعتي تكبر اسرع واسرع. وعشان تقدر تشوف فيديوهاتي الجاية لازم تعمل اشتراك وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.